معنا هاتفيا أو تعليقا على الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدا في الأحساء. معنا هاتفيا الكاتب الصحفي أحمد الركبان. مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ، كيف تعلقون على ما حدث في الأحساء اليوم؟ أولا مساء الخير لك ولقناة الأخبارية العزيزة. من الطبيعي الحقيقة أنه الفترة آخر فترة تم فيها التفجير في المنطقة الشرقية منذ فترة طويلة تقريبا تجاوزت الأشهر، وهذا الدليل على أن الأمن السعودي بدأ يأخذ اعتبارات محددة لمثل هذه الجماعات الإرهابية. اليوم الحقيقة اللي حدث اليوم يجب أن نشيد أولا برجال الأمن الواعين خارج إطار المساجد في المنطقة الشرقية وفي غيرها، إضافة إلى المواطنين داخل المسجد الذين يعني بدأوا يكون لديهم وعي كامل في التعامل مع مثل هؤلاء الإرهابيين ومثل هذه الجماعات. اليوم اللي حدث الحقيقه يبدو ان داعش بدا يعطي توجيهات اعمق من السابق، السابق كان يدخل بحزام ناسف ويفجر نفسه، اليوم يبدو ان لديهم خطه استراتيجيه جديده، هو محاوله القتل من خلال الرشاش، تصفيه المصلين ومن ثم النجاه بانفسهم، اذا ما تم القبض عليهم فيتم تفجير الحزام في حال القبض عليهم. التعامل الامني اليوم، التعامل المواطنين في هذا المسجد اليوم في الاحساء، انا اعتقد انه بدا يكون هناك يعني تكاتف قوي ما بين رجال الامن وبين رجال والمواطنين داخل المساجد. لا شك ان المجموعه اليوم اتت بتوجيهات من طهران، طهران توجه داعش في اي لحظه تريد ان تسوي قلاء يعني خلل امني داخل المملكه العربيه السعوديه. ايران ليس لديها حل امام المملكه العربيه السعوديه وامام الضغط العالمي التي تقوده المملكه العربيه السعوديه لطهران الا محاوله ازعاج الامن داخليا ومحاوله بث الفتنه ما بين الشيعه وما بين السنه. هذا بحمد الله لم يبلغ الهدف، لان الاخوه الشيعه سواء كان في المنطقه الشرقيه او في مناطق اخرى من المملكه العربيه السعوديه يدركون تماما ان طهران الفارسيه النازيه هي التي تحدث هذا الخلل وتحدث هذه الفجوه ما بين يعني ما بين المواطنين في المملكه العربيه السعوديه. اليوم الحقيقه انا اعتبر يعني انجاز امني، لانه التفجير لم يتم الا خارج جزء من المسجد خارجيا، والحمد لله يعني الله يعني نسال الله سبحانه وتعالى المغفره للاربعه الشهداء، اما المصابين ان شاء الله فهم في طريق للشفاء بحول الله تعالى قريبا. نعم استاذ احمد الركبان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.